السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم الإخوة الكرام، مرحبا بكم في فيديو آخر فيما يخص ليزوميتريك والبايبينغ والهندسة بالعموم. في الدرس تاع اليوم راح نديرو كيفاش نخرجوا التحشيرات ولا ليزاشور بالفرنسي. راح نحاول نبسط لكم قدر المستطاع إذا سهل ربي إن شاء الله. أولا قبل كل شيء نذكركم باللي دائما نقول لكم باللي ليزوميتريك هذا، ولا تحبوا ديروا عندكم منظور من طرف، مثلا منظور راك كي نقول لك راك في ثلاثي الابعاد، هذه معناتها راك في الفضاء، او بمعنى ابسط خاصه في المنظور، معنى ابسط جد بسيط جدا، يعني راك تشوف ثلاث اوجه كي نشوفه من زاويه معينه. مثلا من هنا راح تشوف الوجه هذا اللي هو واحد، وراح تشوف الوجه اثنين، وراح تشوف الوجه ثلاثة اللي هو هذا. هذه يعني كشرح مبسط جدا لثلاثة الأبعاد. في الدرس هذا اليوم على بالي باللي تحبوا تركزوا على ليزاشور اللي كاينين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الإيزوميتريك بايبينغ. راح نحاول نبسط لكم الصوره قدر المستطاع، لانكم على بالي باللي كل تركزوا على هذه الامور لانهم عملي اكثر بالنسبه لكم انتم. راح نبسط لكم المثال وحاولوا فقط تركزوا معي. هذا مكعب كما حكيت لكم، قلت لكم لازم نحط رواحنا باللي رانا داخل مكعب. راح نرسم مثلا، نجيبوا بالكم قلم لون مغاير او تحبوا نكمل نرسم بالقلم الرصاص، ولكن تركزوا معي ونحاول نبين لكم الفرق فقط. مثال عندي البايب تاعي، ها يمشي لي هكذا، فرضا نقولوا هذه النقطة الصفر على الارتفاع اللي هو هذا هك elevation. نقولوا ما تحبوا نديروا بالعموم اللي هي اكس، وعندك هنا إيغريك، يعني المثال اللي راح نستعملوه هنا وراح يكون في أمور أخرى. المهم نقول مشينا منا هنا، ومن بعد نقول مشى هكذا، ومن بعد نديرو نقولوا بلي مشى هكذا، طبعا من بعد نقولوا مشى بالمسافة هذه هكذا هكذا. نحاول نبسط لكم المثال قدر المستطاع، ان شاء الله ربي نقدر. هذا واش نقول لخوتي انا هكذا، من بعد نقولوا هكذا نشوفوا مع بعضنا المثال هذا، من المفروض راه بسيط جدا بالنسبه لنا هذا كما راكم تشوفوا. باش نبسط لكم الصوره، دائما نقول لك بالنسبه للمعلم تاعي كيعود الخط تاعي موازي المعلم، يعني راه ما يكونوش تهشيرات، يعني ماهوش مثال كاين كوت 45 دوغري اللي يخلي الاتجاه تاعي يفوت. نعطيكم هنا مثال، نقول من هنايا حتى لهنايا. اكدت لكم قبل مره كيف هنا عرفوها اللي مثال نقولوا مساب المسافه 10 متر ولا 10 مليمتر كالكسوا، اي نقطه في المعلم تروادي في المعلم الثلاثي اي عندها احداثيات عليهم كاع على ثلاث معالم، يعني كي نشوفوا شكون وجهه النظر تاعي من هنا راح نشوفوا النقطه، اسقاط النقطه هذه راهو هنا يكون هنا في النقطه هذه. يعني بالنسبه للايكغريك باقي النقطه نفسها، وكي نشوفوا من على اكس بعد نلقاوها على الارتفاع، قصدي نلقاو النقطة نفسها راهي صفر بعد، وكي نشوفو من هنا نلقاو بلي عندنا كما حكينا قلنا عندك المسافة إكراك
وعندك هيك وعندك هيك راهي صفر صفر، يعني تغير على نقطة واحدة فقط، وراهو مشى في لو سونس هذا، راهو صلح حتى النقطة هنا. نروحوا نقطة أخرى اللي هي هذه، كنا هذه النقطة أ، نقولوا نروحوا النقطة بي. النقطة بي في الليزو هنايا دائما باش نعرفوا الاتجاه تاعي واش ولا واش طرا كمتغير تغير على البايب، المسار تاع البايب تاعي، دائما نشوفه من كل الجهات. راح نشوفه من النقطه ايغريك، شوفوا النقطه ايغريك راح نلقاو الاسقاط تاع النقطه هنا، هاو هنا راح يولي لك هنا، والمسافه ابي تساوي المسافة هذه الإسقاط تاعها هنايا نفسه ما تغير والو. ونشوفوا بالنسبة هذا من هنا، يعني راكم تشوفوا باللي نفس المسافة هذه في المعلم تاعي، المسافة هذه هي نفسها هذه، يعني ما صراش تغير على الواحد. وبالنسبة للارتفاع نفس الشيء، يعني ما كاش ارتفاع، رانا في المستوي صفر، ها هو المستوي تاعنا هذا، يعني ما صراش حتى حاجة. وروحوا للنقطة سي، النقطة سي كي نديرو لها الإسقاطات نفس الشيء، كي نشوفو على الإكراك نلقاو بلي هنا الإسقاط تاعها، ها الإسقاط تاع النقطة هذه. دائما المسافة بي سي تساوي مسافة الإسقاط، والمسافة أبي هي نفسها المسافة هذه اللي على الأسي، يعني حتى لهنا الامور راهي واضحه وضوح الشمس، وسبق وحكينا عليها، لانه كل بايب راهو موازي اللي معلم لحد الان منا حتى لهنا، رانا يطلق موازي للمعلم اكس ولا المعلم ايغريك. نجيو درك للنقطه الثالثه اللي هي دي، هنا راح يكون اختلاف باش نعرفوا حنايا وين صرا باش نديرو هنا لي زاشور تاعنا. راكم تلاحظوا في النقطة دي هنا كي نديرو الإسقاط تاعها على الإكراك، هاك تشوف نلقاوها في النقطة هذه. لو نحسبوا المسافة ما بين السي والدي باريزومبل نقولو 15، الإسقاط تاعها على الإكراك راهو أقل بالنسبة ليها، يعني مثال نقولوا جاء 8، هذا هو الإسقاط. ومنه نستنتج باش نديروا نعرفوا باللي ما صرا انحراف على المعالم، راح طبعا نشوفوا الإسقاط تاع النقطة، يعني النقطة هذه هنا ولا هاي هنا في اللوكا هذا، طبعا هذا مثلث قائم، راح يكون هنا عندي لي زاشور باش يبينوا باللي الزاوية هذه ماهيش 90 درجة وراهي على المستوي. يعني لو نشوفوا نفس الشيء بعد راح نلقاو باللي النقطة هذه عندها إسقاط على الإكس، على المعلم إكس. وكما قلنا المسافة سيدي راهي القطعة هذه سيدي راهي أطول من إسقاطها على المعلم إكس، ولكن رانا في المستوي، يعني لي زاشور يكونوا راكدين بالأحرى باش نبسطها لكم، يعني يكونوا راكدين هكذا باش نعرفوا بلي راني على المستوي، يعني صارت لي هكذا من هنا النقطة هذه صارت لي هكا برك هكذا فقط. نروحوا للنقطة اللي هي الأخيرة، نقول مثال النقطة أ، هاهي النقطة أ كما رانا نشوفو نلقاو عندها إسقاطات. أولا لو نلاحظو نديرو لها أولا الإسقاط على الأ، فرضا هذه المسافة حتى لهنا نشوفوها هكذا كذا، نقولو هكذا إسقاطها هنا على المعلم هذا هكذا، نقولو 25 هكذا. بون درتو شويه معوج هكذا، ها هو المسقاط، ها هنا عفوا ما يجيش هنا، يجي اسقاطها على النقطه
نقطة هنا يكون هيك الإسقاط. نكملوا برك على النقطة الأخيرة هذه باش ما نخلطوش الأمور ونكونوا واضحين يعني أكثر قدر المستطاع. نشوفوا باللي على الارتفاع النقطة هذه يكون عندها إسقاط على النقطة هذه هاي هنا عندها ارتفاع اللي هو 25 يعني من هنا لهنا، ونلقاوه نفسه بعد بنفس نلقاو المسافة الإسقاط راح تكون على المعلم صفر إليفيشن اللي هي تجينا تقريب هنا هذا الإسقاط تاعها. يعني كي نكملوا نفس الحديث بعد اللي كنا نحكيو فيه المسافة هذه دي او راهي اطول من الاسقاط تاعها اللي هو 25، وحنا باش نعرفوا باللي عندنا الاسقاط هنايا النقطه هذه باش نعرفوا باللي تغيرنا على الاليفيشن هاي درنا يكونوا عندنا لي زاشور بالطريقه هذه ويكونوا عموديين، وهنا الاسقاط تاعها باش نعرفوا شحال على المعلم ايغريك هذا اسقاط النقطه وليس النقطة في حد ذاتها، لأنه النقطة راهي بعيدة على المعلم بتكون بالمسافة المسافة هذه فرض هكذا تكون هكذا تقريب هاي هنا تقع هنا تقريب هذا على وهو داك الاسقاط تاعها هنا هذه هي. يعني في المثال هذا الامور وضحت لكم قدر المستطاع، هذا باش بينت لكم كيفاه نحسبوا لي زاشور، كيفاه تكون النظره تاعنا دركا كي نديروا النظره تاعنا بالنسبه لكل معلم الاول نديروا الاسقاط تاعنا. قلنا فرضا ندير الاسقاط تاعي من هنا من النقطه هذه من هنا، واش نشوفوا في الجهه الاخرى ولا واش على ماذا يقع النظر تاعنا؟ راح نشوفوا مثال لو نديروا الاسقاط في النقطه هنا المقابله راح نشوفوا القطعه من صفر ل ا هذه راح نشوفوها هنا هذه واحده المسافه هذه ما نشوفوهاش لانها كما سبق وحكينا راهي موازيه للنظر يعني ما تكونش يعني هنا ال ا هي نفسها البي. راح نشوفوا المسافه بي سي نديروا لها الاسقاط تاعها هكذا هذيك المسافة من بي حتى السي، ومن بعد عندي المسافة هذه اللي سبق ودرنا لها الإسقاط تاعها اللي هي هنا هاي ذكذا إسقاطها اللي هي النقطة دي، ومن بعد النقطة هذه لازم يكون عندها إسقاط على المحور على الواحد هكذا باش نشوفوها هنا هاي يكون عندها إسقاط على المعلم راح نشوفوها هكذا نشوفوها هكذا يعني تكون موازية لهذا الخط هذا وهذا متوازيين هذا كيف بالنسبة للنظرة تاعنا كي نشوفو من هنا. لو نحبو نشوفو من الوجه هذا راح يكون عندنا شكل آخر اللي هي راح نشوفوا من هنا المسافة صفر أ راح نلقاو بلي الأ والصفر متطابقين على بعضهم. شو عندنا من هنا؟ عندنا المسافة اللي هي البي على السي تتطابقوا، وعندك هنا راح نشوفوا الدي تبقالي من هنا. واش نشوفوا؟ نشوفوا المسافة هذه اللي هي او هنا نفس الشيء بالنسبه لهنا هي او. هذه الاسقاط بالنسبه لهنا والاسقاط من هنا يعني ما في لحد الان. نتمنى تكون الشرح تاعي راهو موضح وبسيط على في خصوص امر التهشيرات وكيف نكونوا يعني التهشيرات نعاود نذكركم يكونوا طبقا للمستوي اللي راني نخدم عليه. يعني هكذا كي نوصل انا النقطه هذه للنقطه هذه تاكدوا دائما ان المسافه هذه علاه داروا لي زاشير قلنا رانا على المستوي هذا
على المستوى دو دي، والتأشيرات نديرو لأنه هالمسافة سيدي لا توازي أي معلم سواء الإكس أو الإيكغريك. وبالنسبة لهنا راهي المسافة دي أو لا تساوي، يعني لا توازي الإسقاط المعلم اللي خاض عليه اللي هو هذا، لهذا يكون سبب التأشيرات. أما الوضعية تاع التأشيرات راهي تبين لك وين إلى أي اتجاه صارت التأشيرات، سواء في على الارتفاع أو على المستوي. نتمنى نكون فدتكم الإخوة الكرام، وما تنساوش الإعجاب بالقناة والضغط على زر التفعيل باش يوصلكم من جديد إن شاء الله. إلى اللقاء في فيديو آخر، وكاش ما عندكم سؤال، كاش ما عندكم أي إشكال، لا تترددوا في طرح الأسئلة، ونحن هنا بعون الله سوف نجيبكم. والسلام عليكم.